وعلينا نعمته ورحمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. أتينا أحبائي للمحاضرة الأخيرة من المؤتمر بتاعنا إذا فسد الملح، وأرجو أن احنا نكون يعني انتفعنا واستفدنا، وربنا قادر يعمل بالكلمات في حياتنا كلنا. هنحاول يعني نعمل إدارة للوقت بشكل يعني بسيط بحيث برضو ما نتأخرش، وربنا يسمح ونكمل من فضلكم بنفس يعني بنفس الحماس ونفس النشاط ونفس الالتزام، لأنكم زي ما انتم شايفين كده الوقت مش كتير، ده كلهم كانوا يومين، ونحاول بقدر الإمكان ننتفع بإيه بكل دقيقة فيهم. وأرجو طبعا أن يكون الكل انتفع من الخلوة ومن درس الكتاب. يعني أنا تابعت كده درس الكتاب، حسيت أنكم إلى حد بعيد خلصتوا رسالة معلمنا يعقوب، أو على الأقل تشوقنا إلى أن إحنا ندرسها بمزيد من العمق. كذلك برضو أرجو أن يكون كلنا قرينا الخلوة، وبرضو فيها حوار ممكن برضو ينفعنا، حاولنا برضو فيها ان احنا ندرس ردود افعال. انا لمحت ليها في العظة بتاعت امبارح ردود افعال رجال اريحة، لو ما كانوش عملوا بالطريقة اللي اتحركوا بيها اللي هي فيها الايجابية وفيها الاحساس بالازمة والمشكلة، فكان ممكن المياه لا تبرأ، وكان ممكن تحصل حاجات تاني لو كانوا هم ما هماش الأشخاص اللي عندهم التوجهات الإيجابية والإحساس بإيه بأنه في أزمة. يعني هيبقى في وقت بنعمة ربنا برضو النهاردة للمناقشات، والمناقشات أو الندوة زي ما قلت برضو دي بديل لجلسات الراعي، يعني بنقدر فيها نقفل على الحاجات اللي لسه مفتحة، ولو حد يعني وقف قصاده معلومة أو نقطة في عظة من العظات أو درس كتاب أو الخلوة برضو ممكن نجاوب عليها. كل ده بنعمة ربنا هنعمله. أنا حاول العظة ما تبقاش طويلة، ولو لقينا أن عندنا فرصة نوصل على طول الندوة في العظة ونبقى نخلص على طول أفضل، يبقى أنتوا برضو بهدوء وبراحة تاخدوا العشاء وتنجات العربيات ويعود شعب الله بسلام زي ما قال كتاب في سفر الخروج. موضوعنا بنعمة ربنا انهضوا الأبطال. أنا بصراحة كان نفسي أسمي العظة دي حتى لا يفسد الملح، يعني كان في بالي أو وأنا بحضر فيها كده قلت ما نسميها حتى لا يفسد الملح، لأنها واخدة الناحية بتاعت الإيجابية. أعمل إيه علشان الملح لا يفسد؟ أعمل إيه علشان أحمي نفسي من المصير المرعب بتاع الملح الفاسد اللي اتكلمنا عنه امبارح، والنهاردة برضو شفنا فيه بعض إيه بعض الصفات. يعني لأنه طبعا إحنا لأن إحنا طبعا الوضع الأصلي لنا هو أن إحنا نكون ملح صالح، وأي حاجة دخلت على طبيعتنا المفروض أنها دخيلة، ويبقى من السهل جدا علينا لو عرفنا بس الطريق فين، لو عرفنا المسلك الإيجابي اللي يساعد النعمة أنها تسندنا، إحنا هنبقى ماشيين بطريقة صحيحة. زي ما الصبح كلمنا على انه انا بيغيرني حاجتين، بتغيرني نعمة ربنا او عمل الروح القدس، ولابد انه يشترك معايا في الارادة انها ايه انها تتحرك. يعني الوضع الاصلي لينا ان احنا ابطال، ان احنا ابطال، عشان كده اخترت عنوان انهضوا الابطال. انهضوا الابطال دي آية جاية في سفر يوئيل النبي
الإصحاح الثالث والعدد 9، يوئيل 3 والعدد 9، لأنه بيتكلم على الزمان الأخير، بيتكلم على الزمان الأخير اللي فيه هيحصل نوع من أنواع الحروب أو الضيق حتى على الشعب. فحتى بيقول الكتاب كده في يوئيل 3:9: نادوا بهذا بين الأمم، قدسوا حربا، انهضوا الأبطال، ليتقدم ويصعد كل الرجال الحرب، أطيعوا سكاتكم سيوفا. السكات اللي هي أسلحة المحرات، ومناجلكم رماحا، ليقل الضعيف بطل أنا. وابتدي بيتكلم على الزمان الأخير. ويقول كمان برضو: أنزل يا رب أبطالك، فأنزل يا رب أبطالك وانهضوا الأبطال. الله عايز أحبائي أبطال. صحيح في سفر يوئيل كان قصد الكتاب أن ربنا يجيب الأمم عشان الحرب، لكن ما يمنعش أن أنا أبصلها على أن إحنا أبطال ربنا، وأن الله بينظر إلينا كناس عليهم مسؤولية طول الزمان، ومسؤولية في نهاية الزمان. المسؤولية بتاعت نهاية الزمان هي اللي درسناها امبارح، ان الواحد يبقى مش خجلان في مجيء ربنا، رافع راسه في مجيء ربنا، وشريك في صنع مستقبل البشر الابدي، بمعنى انه يبقى شاهد وكارز وملح حقيقي لربنا، ونور ساطع لعمل الله، وخميرة بهية صالحة فعالة استطاعت انها تغوص داخل النفوس وداخل العالم علشان خاطر بنيان ملكوت الله. فاحنا لازم نكون ابطال ربنا، لان اللي عمله ربنا معانا بالخلاص والصليب، لعمل ربنا المفروض انه صنع بنا ابطالا، صنع منا ابطالا، فبالتالي ما يجبش ان احنا نكون اقل من كده. ما ينفعش بلد ما او رئيس ما يجهز جيشه بقوة ويجيب له سلاح ويغذي العساكر كويس ويدربهم كويس ويعلمهم كويس ويبقوا يعني كده في التدريب او في المحاضرات يبقوا أقوياء وشكلهم كده بيبشر بأنه الناس دي أو الجيش ده هيعمل عمايل، وبعدين تيجي معركة مطلوب أنها تبقى معركة حاسمة في تاريخ البلد، تيجي معركة ومن الرئيس ده يلاقي العساكر آخر رخاوة وآخر تعب وآخر تخبط، والسلاح مش عارفين يستخدموه، يبقى شكل مخزي جدا جدا في الحسم الأخير للمعركة. عشان كده خدنا امبارح موضوع لألا نخجل في مجيئه. احنا مش عايزين نخجل في مجيئه، ولا عايزين نخزيه هو نفسه في مجيئه، عايزين نعلن أمام الأمم وأمام الجموع كلها ان احنا أبطال ربنا. عشان كده واحنا بنتكلم على الزمان الأخير، أنا هاخد دروس من الإصحاح الأخير من سفر الرؤيا، سفر الرؤيا شبه الكنيسة زي ما احنا عارفين إنها العروس، والعروس دي ما هياش مجرد معنى، الكنيسة ما هياش مجرد مصطلح، الكنيسة نفوس، وإحنا هنبقى زينة الكنيسة اللي بتباهي بينا الكنيسة وتتجهز بيها الكنيسة وتقف كده وتقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع. القصة مش قصة اشتياقات، ومش قصة يعني مجرد ناس يعني فرحانين بالمجيء التاني وعملين يهتفوا وعملين يرنموا واخدين الحكاية حماس وخلاص. القصة قصة استعداد حقيقي. لما بقول احنا هنبقى زينة الكنيسة، تبقى زينتنا حقيقية، لانه حتى قال كده، لان البز اللي لبسته العروس في سفر الرؤيا يقول لك البز هو تبررات القديسين، يعني عمل النعمة
تغيير لعمليه النعمه في القديسين في النفوس، هو ده بالظبط هيبقى ثياب الكنيسه حينما تلاقي العريس اللي جاي علشان ينهي الزمان، وعلشان بقى ايه يسترد لنا مجدنا القديم اللي عاشت فيه بشريتنا قبل السقوط. عشان كده انا بسمي الاصحاح الاخير من سفر الرؤيا بسميه اصحاح التجميع. انا حاطط له التسميه دي اصحاح التجميع، بسميه اصحاح ازمنه رد كل شيء. ليه؟ خلاص يعني الكتاب بيخلص، الكتاب التاريخ البشري بيخلص، والانجيل بيخلص بالهتاف بتاع امين تعالى ايها الرب يسوع. وتلاحظوا حاجة مهمة جدا، ان اللي بيقول امين تعال ايها الرب يسوع اتنين، الروح والعروس. خد بالهم الحتة دي، الروح والعروس، الروح القدس. زي ما المسيح اتم عمله على الصليب وسلم البشرية للآب، والروح القدس مسك المسؤولية في العهد الجديد، في الزمان الاخير برضو عشان يعلن تمام العمل، فهيكون هيئ الكنيسة كعروس، وهو والكنيسة يقولوا ايه؟ امين تعالى ايها الرب يسوع. ليه؟ لان وقفة الكنيسة قصاد ربنا بالصلاح اللي فيها، بالمجد اللي فيها، بالفضيلة اللي في ولادها، هي نتاج عملين، عمل الروح القدس وايضا استعداد العروس بالحب وبالزينة وبالطهارة وبالفضيلة وبالاحتمال للألم والكرازة الأمينة الأصيلة اللي عملتها الكنيسة بولادها في وسط العالم. فكمال أو أزمنة رد كل شيء هي الروح والعروس يقولان تعالى أمين تعالى إيه أيها الرب يسوع. فتعالوا نشوف مثلا ربنا بيقول في سفر الرؤيا الإصحاح الأخير اللي هو 22، ربنا بيقول كده في العدد 7، ها أنا آتي سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. ها أنا آتي سريعا. احنا هناخد هنمشي في الإصحاح ده بمقاطع بسيطة كده من آيات علشان نشوف بالاتجاه بتاعنا حتى لا يفسد الملح. هناخد الدروس كده. فيقول الكتاب ها أنا آتي سريعا، أحط عليه على طول جنبها كلام معلمنا بولس الرسول في رسالة روميا الإصحاح 13 والعدد 11، إنها الآن ساعة لنستيقظ، ساعة لنستيقظ، قد تناهى الليل وتقارب النهار، نعمل إيه؟ نخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. ليه؟ خلاصنا الآن أقرب مما كان حين إيه؟ حين آمنا. يعني عايز يقول بولس الرسول عشان تتعامل صح مع تصريح الكتاب في رؤيا 22، ها أنا آتي سريعا، اعتبرها ساعة إيه؟ لنستيقظ. يعني كفاك انحدارا، وقف من فضلك الانحدار. مش معقولة واحد يكون يعني بيعمل حاجة وشايفها عمالة تفسد قصاد عينه وعمالة تنهار قصاد عينه ومش بتحقق الصورة اللي في ذهنه ويكملها، لا يعمل ايه؟ وقف، وقف وارجع من تاني، ادرس المشروع من جديد، علشان لو استمريت كده مش ممكن هيكون زي ما انت مخطط له. لازم تعمل ايه؟ لازم تقف ولازم تتحرك صح. عشان كده لازم نقول لانفسنا كفانا انحدارا. اللي فينا ملاحظ في نفسه فساد، رائحة فساد بأي شكل من الأشكال، لازم يفهم ويعرف ويواجه نفسه بمنتهى الصراحة والصدق أنه إن استمر هكذا لن يشترك في الهتاف المجيد تعالى أيها الرب يسوع. شوفوا لما بنقول في الترنيمة بتاعت يا من بحضوره نفس تطيب، بنقول له متى يتحقق هذا الأمل أو ذاك الأمل، ويأتي أوان الزفاف وتنظر عيناي مجد الحمل وأسمع صوت الهتاف. اللي يقولها ده يقولها واحد مستعد،
ده يقولها واحد واقف كده على طراطيف صوابعه ومستني بقى مستني، وده ما يعملهاش الا واحد ايه عنده من الحب لربنا وعنده من الاستعداد اللي يخليه فعلا جاهز. شوفوا احباء الكنيسة في زمن بولس الرسول، لما اتكلم بولس الرسول على المجيء الثاني في تسالونيك الاولى وفي روميا لما كتب كده، فالناس تصورت ان المسيح خلاص جاي، فبقت التحية بتاعتهم ماران آسا، يعني الرب آتن او الرب قريب او تعالى ايها الرب. واخدين بالكم؟ بقت التحية، يعني الناس انشغلت جدا بالقضية، وبقوا بدل ما يقول بعض صباح الخير ومساء الخير وصباح النور ومساء النور، لا ماران آسا الرب قريب، يعني بيهنوا بعضهم بايه بهذا بقرب مجيء الرب، يعني معناها احنا خلاص عايزين ايه عايزين نخلص، يعني عايزين نخلص. لو نظرنا احبائي على رأي احد الاباء كتب يقول كده، ماران آسا رددها الشعب الحي الذي كان يشعر بقرب ساعة الخلاص فعلا تدق في قلبه في ختام كل قداس. ليه؟ كان لما يتناول الناس يحسوا في داخلهم ان ربنا يسوع المسيح قد دخل القلوب فأيقظها وملأها سلاما وملأها حماسا واستعدادا. احنا بنتعامل مع مجيء الرب او هأنا آتي سريعا كأنها مجرد فكرة او عقيدة او تاريخ او نبوة، والناس يقعدوا يتفلسفوا احيانا فيه ويختلفوا ويتفقوا ويرتبوا ويلخبطوا من تاني ويرتبوا تاني، وكل طائفة تعمل لها اتجاه في التفسير، حاجات كتيرة في الاخر خالص بتشغل الناس، بينشغلوا عن اللي المفروض يتعمل مع هذه الحقيقة. المفروض يتعمل مع هذه الحقيقة هو ان نستعد بكل امانة للقاء الرب، نحط قصاد عنينا. وربنا بيعمل لنا بروفات كتيرة على فكرة. أروع بروفة لمجيء الرب هي القداس الإلهي، عارفين ليه؟ لأنه بيجي فعلا، بيجي فعلا، خدوا بالكم الحتة دي، بيجي فعلا. أبونا بيقول لنا، بيقول كده لربنا، فيما نحن نصنع ذكر إيه؟ آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده الى السماوات، مش كده؟ وجلوسه عن يمينك ايها الاب وظهوره الثاني الاتي من السماء المخوف المملوء مجدا. مش دي ذكرى حقيقيه؟ يبقى لازم الواحد في الوقت ده يبتدي يشوف ويحس بقى الاحساس اللي انا بكلمكم عليه ده، ان دي ساعه الخلاص يا رب، انا مستنيها يا رب، انا مستنيها. اللي يعيشها بقى في كل قداس الهي لما يجي بقى زمان التجميع وازمنه رد كل شيء، يشوف اللي اخدوا في الذبيحه، اللي اخدوا في الذبيحه بشكل يناسب الجسد، يعني بياكل وبيشرب الجسد والدم بشكل يناسب الجسد اللي سميناها في بعض الاحيان تحت اعراض الخبز والخمر، بيشوف ان ده بيتحقق ايه، بيتحقق بجد بجد، بيجي المسيح بقى بشخصه علشان ياخدنا معاه. يقول برضو هأنا آتي سريعا، طوبى لمن يحفظ اقوال نبوة هذا الكتاب. برضو مش معناها انه الواحد يمسك سفر الرؤيا ويقعد يدرس فيه وتتحول الدراسة إلى مجرد جدل برضو، وناس ياخدوه بشكل فيه شغف لأنه بيتكلم على أحوال كتيرة وأحداث كتيرة، ويقعد الناس يقول لك الوحش طالع من البر واللي طالع من المية ويقعدوا يطلع. سيبك من كل هذه الأمور، إنما اتعامل مع سفر الرؤية كسفر يعني نبوي بيحكي لك حكاية واحدة بس، أن التاريخ يمضي إلى نهاية، وهذه النهاية هي مجيء ربنا يسوع المسيح. طب أعمل إيه؟ احفظ أقوال نبوة هذا الكتاب اللي هي هيقول عنها دلوقتي بتركيز شديد، يعني نعمل إيه؟ الأحداث اللي فسرها الكتاب في سفر الرؤيا
واللي حكى عنها في سفر الرؤيا واللي ربنا كشف البعض من معانيها لشراح او مفسرين او لينا اي واحد فينا ساعات كده بيبقى يعني له كده لمحة من لمحات الفايدة الروحية او التأمل، امسك فيها من فضلك عشان تبقى مستعد ايه؟ مستعد حسنا. شوفوا التركيز الشديد في الوصايا في اخر اصحاح في سفر الرؤيا. يعني مثلا ان الظهر الاخ عادل عشان يوصل لنا افكار معينة روحية حكى لنا اصحاح كامل من سفر حزقيال، صح؟ وامبارح ابونا اثناسيوس عشان يوصل لنا فكرة حكى لنا اصحاح كامل من رسالة معلمنا يوحنا، مظبوط؟ النهاردة الصبح في انجيل القداس من متى 23 عشان ربنا يفهمنا يعني ايه رياء وفساد الرياء حكى لنا اصحاح كامل من انجيل معلمنا متى اللي طار علينا، مش كده؟ لكن تعال شوف بقى ايه كل ده اتقال لانه في وقت الناس تسمع، في وقت. تعال بقى شوف الله لما بيتكلم وما فيش وقت، فبيقول ايه في العدد العدد 10 و11، قال لي لا تختم على اقوال نبوة هذا الكتاب لان الوقت ايه؟ قريب. خلاص ما فيش الغاز تاني يا يوحنا، من يظلم فليظلم بعد، يظلم مش يظلم، من يظلم فليظلم بعد، من هو نجس فليتنجس بعد، من هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس ايه؟ فليتقدس بعد. يعني ما خلاص خلاص، مع ان كلمة من يظلم ومن يتنجس ده يتقال فيها كلام كتير، بس خلاص احنا بنلملم، ها بنلملم. دي رسالة، دي رسالة عايز يقول لك يعني حبيبي طب هو ربنا هيعمل ايه تاني معاك؟ هيعمل ايه تاني معاك؟ تخيل مدرس عشان ينجح طالب، ها يمسك الفصل من دول ويقعد مع الولد مرة يشرح له من كتاب الوزارة، ومرة يشرح له من كتاب خارجي، ومرة يجيب له ملخص من المذكرة بتاعته، وفي الاخر يجي له ليلة الامتحان يقول له بص حبيبي خلاصة القصة دي كلها الورقة دي، ايه رأيك الواد ده لو ما نجحش؟ دي تبقى حكاية صعبة. هو عمل اللي عليه خلاص، عشان كده بقول له من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس. بمعنى انتك خلاص حبيبي انت مسؤول عن اختياراتك، انت مسؤول عن اختياراتك. اخترت انك انت للنهاية بقى تختار النجاسة والظلم، هتقف قصاد ربنا كده. اخترت انك انت تكون في حياة البر وحياة القداسة، توباك هتقف قصاد ربنا كده. كأنها رسالة لينا أحبائي أن الفرصة، وأنا بسمع هذا الكلام الآن الساعة 7:09 من يوم السبت 17 مارس 2018، الآن الفرصة متاحة أمامك. ما هو قرارك؟ إن كنت تريد أن تصلح أي فساد موجود فيك، إن كنت عايز أن توقف تيار الانحدار اللي موجود فيك، من فضلك خد قرار، انتهز الفرصة، لأن إحنا هنقف قصاد ربنا بالحالة اللي إحنا فيها. لما تكلمنا عن حكاية إنه وقت يعمل فيه للرب، عارفين داود قالها ليه؟ قال لأنهم قد نقضوا ناموسك. خلاص يا رب عايزين نلحق نعمل حاجة عشان الناس، خلاص الناس عمالة بتضيع نفسها، نقضوا ناموسك. بعيد هو الخلاص عن الخطاة، بعيد هو الخلاص عن الخطاة، فازاي أنا أبقى ساكت على نفسي؟ ازاي أبقى ساكت على نفسي؟ ده ربنا يقول لأورشليم تأدبي يا أورشليم، تأدبي، ولها يسميها العاصية، ولها حتى متى تبيت في وسطك أفكارك الباطلة؟ لغاية إمتى هتفضلي كده؟ حتى متى؟ تأدبي يا أورشليم. ويقول لها برضو ماذا أفعل لك؟ أعمل لك إيه تاني؟ شوفوا بقى ربنا بيعمل إيه في الآخر، يقول من يظلم فليظلم بعد،
ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر، ومن هو مقدس فايه فليتقدس. الملح الصالح بقى احبائي، الملح الحقيقي يبكي على خطيته ويبكي على خطايا العالم، العالم اللي عمال بيولع في نفسه، العالم اللي عمال ماشي في طريق النجاسة والظلم و و و. يبقى الملح يشتغل على الايه، على الحتتين دول، يصلح في نفسه بنعمة ربنا ويبتدي ياخد دور الكرازة والتبشير او الكرازة بالقدوة لئلا تضيع الفرصة، لئلا تضيع الفرصة. يبقى لسان حاله مع داود انه وقت ايه يعمل فيه للرب، يحط قصاد عينيه كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره. ازاي يعيش بقى هو كده؟ ازاي انا بطمع في الابدية وانا باهمل الخلاص؟ ازاي ازاي اسيب الناس اللي قريبين مني البعاد عن ربنا وهم بيضيعوا نفسهم ويهملوا هذا الخلاص؟ الملح الصالح او الملح اللي اختبر احيانا رائحة الفساد يحط قصاد عينه باستمرار نموذج عيسو، عيسو اللي سماه الكتاب المستبيح، فلا يكون مستبيحا كعيسو الذي لاجل اكلة واحدة باع بكوريات. يقول بولس الرسول فانكم تعلمون انهم لما طلب ان يرث البركة ها لم يجدها، لم يأخذها. ليه؟ معناه طلبها بدموع، اذ لم يجد للتوبة مكانا ايه، مكانا في قلبه. معناه طلب البركة بدموع. في وقت احبائي سامحوني ما بتنفعش الدموع، ما بتنفعش الدموع. على رأي أبونا متى المسكين بيقول عبارة صارخة قد لا تعجب البعض من يعني شراح الكتاب. يقول حتى وقت الدعوة، دعوة الخاطي للتوبة، حتى هذا الوقت محدود. تخيلوا، مع ان باب التوبة مفتوح، مفتوح للنهاية طبعا، درجاء ربنا بيديهولنا، بس يقولك حتى الوقت ده برضه محدود. حينما يرى الله ان الانسان قد ايه، قد اغلق قلبه وخلاص مش نافع معاه الكلام تاني. كتير صعب. على رأي قديس يوحنا الدرجي لما بيقول حينما يرفع الطبيب يده عن المريض فهذه علامة يأسه من شفائه. خلاص مش بتصادف كده احيانا يروحوا ناس بابوهم ولا بامهم مستشفى وخدوه روحوا، خدوه روحوا. يعني ايه خدوه روحوا؟ خليه يموت في البيت خلاص. وانا سمعتها كتير من اطباء في حالات يقولك يا ابونا ما فيش حاجة راح اعملها تاني، خلاص خلاص يموت على فرشته بقى. يا حاجة صعبة خالص، حاجة صعبة خالص. ربنا يرحمنا. ربنا يقول في سفر الرؤيا انا هو الالف والياء، البداية والنهاية، الاول والاخر، في العدد 13. طبعا في ايات كتيرة بس انا باخد نقط بس سريعة، من ضمنها انا اتي سريعا واجرتي معي لاجازي كل واحد. كلنا عارفين هذا الكلام وفاهمينه كويس قوي، بس ناقصنا ايه؟ نحطه قصاد عينينا. انا الالف والياء، البداية والنهاية، الاول والاخر. يسوع المسيح الهنا وربنا صالح يحتضن الوجود كله، يحتضن التاريخ، يمسك بزمام التاريخ لانه ضابط الكل. هقول لك عبارة عن يسوع المسيح وهو الاصل في كل شيء. بقول لك كده، كل عمل ان لم يكن يسوع هو بدايته فلن يكون نهايته. كل عمل ان لم يكن يسوع بدايته او اوله او الفه فلن يكون يسوع نهايته او اخره او ايه او ياؤه. ان لم تجعل يسوع بدايتك في زمنك الان سوف لا يكون نهايتك في الابدية هناك. فهمتوا دي؟ يعني لو ما كانش المسيح هنا، ما انت اولك هنا
عايز اخرك فين؟ عايز اخرك بعد ما نعدي من ايه؟ من الحياه. اخرك ده كلنا من رايحين هنخش القبر بالاجساد، بس روحها تعبر الى حياه اخرى. انت اخرك فين؟ اللي اوله يسوع هنا اخره يسوع هناك، اللي اوله هنا حد تاني وحاجه تاني، اخره هناك ايه؟ حاجه تاني. عشان كده اهتم ان يكون يسوع المسيح هو البدايه دائمه في حياتك، بدايه كل عمل، بدايه كل فكر، بدايه كل تدبير. خليه هو قصاد عينك باستمرار عشان تحظى بحضورك ملتصقا به في النهايه. اعدها لك تاني، كل عمل ان لم يكن هو بدايته اي يسوع لن يكون نهايته. فان لم تجعل يسوع بدايتك في الزمن والحياه هنا لن يكون نهايتك في الابديه هناك. فاللي عايز يبقى معاه هناك يبقى معاه ايه؟ هنا. مظبوط. هو مش معقول هو يجي من الابديه عشان ياخدك ويساعدك هنا وانت تسيب ايدك من ايده وتقول عايز ابقى معاك هناك. تيجي ازاي؟ طب انا جيت لغايه عندك، اهتم بحضور يسوع. والملح الصالح يعمل كده، يهتم بحضور يسوع في كل تصرفاته وفي كل اقواله. وده يجي بتدابير كتيره، اهمها حاجتين، سر الإفخارستية تشارك فيه صح، والحاجة الثانية تضع الوصايا قصاد عينيك. عشان كده كمل وقال ربنا قال إيه؟ قال طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب. أنا قلت يسوع هو الإيه؟ الياء والآخر والنهاية. طب انا عايز اوصل، عايز يبقى لي حق في الاكل من شجرة الحياة، ما دي سلطانهم على شجرة الحياة. عايز ادخل من الابواب، بيديني السكة اهو. طوبى للذين يصنعون وصايا، عايز تبقى معاه في النهاية. خد بالك من وصايا، ربنا. زي ما استعرضت في المحاضرة الاولى النماذج بتاعة الضياع اللي موجودة، وقلت مثلا من جهة الوصايا تحديدا الغالبية بتكسر الوصايا، ده واقع احنا كلنا بنلاحظه. التزم انت بالوصية، العالم بيفاخر بالفجور وبيتخفى وراء فلسفات وافكار. انت خلي فخرك الحقيقي هو تبعيتك لربنا، الله مش عايز منك انك انت تعجب بالوصايا، مش ده اللي عايزه منك ربنا. ربنا مش عايز منك انك تمدح في الانجيل وتقول شريعه مميزه و و و و وفينش جاب لي جاب، كل ده ربنا مش عايزه منك يعني. بس ربنا عايز منك انك انت تلتزم لوصاياك لمنفعتك انت، دواف اشعياء النبي وهو يرى اورشليم سائره الى السبي، فانعكس على لسانه، رؤيه ربنا وحسره قلب ربنا على الشعب، فقال كده: ليتك اصغيت لوصاياي لكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. شوفوا بقى، يا ريتك كنت سمعت الكلام بتاع الوصايا، كان زمانك دلوقتي ايه؟ عندك سلام كالنهر وبرك زي لجج البحر، يزيح الخطايا ويزيح الاثام ويزيح كل لطخة من فساد موجودة في حياتك. بس انت ما سمعتش الكلام، عشان كده احبائي مهم جدا تبقى علاقتنا بالوصايا ما هياش علاقة المديح وسامحوني ولا بس الترانيم وانا قلبي بعيد وسرحان ومعجب بس بالالحان لا، كلام ربنا مش عايز مديح لوصايا. هو عارف كويس قوي يعني ايه وصايا. ما عايز ربنا تعيش، دي معطاة ليك انت علشان تعيش، بيها. عشان كده داود يقول برضو، وانا حابب اكون دايما اخد الجانب بتاع الكرازة،
داود يقول انه جداول مياه جرت من عيني لانهم قد نقضوا ناموسك، قد نقضوا ناموسك. انت بتشتغل على اتجاهين، نفسك والاخرين، تخلص نفسك والذين يسمعونك ايضا، او تخلص نفسك والذين يرونك ايضا. انت مسؤول، انت مسؤول. ودينا شفنا المرأة السامرية اول ما تزوقت جريت تبشر وتبلغ وتقول تعالوا انظروا الانسان الذي قال لي كل ما فعلت. فمطلوب انك انت اللي دقته تعلنه، هو ده الملح اللي دقته تعلنه. الملح مش مجرد صلاح ساكن فيك، ساكن اقصد يعني مش خامل، لا، الملح فعال، والنور بيقتحم الظلمة. والخميرة لها سلطان، زي ما فهمتكم الخميرة لها سلطان، لازم ده يكون حاصل. يبتدي بايه؟ يبتدي بانك انت تلاحظ الوصايا، وتلاحظ ايضا ان العالم يكسر الوصايا. بداية تفاعلك مع هذا الواقع تقول زي داود جداول المياه جرت من عيني، عشان خاطر ايه يا حبيبي؟ يقولك لانهم قد نقضوا ايه؟ نقضوا ناموسك. احنا للأسف لما بيبقى قصاد عينينا نموذج من نماذج المخالفة الصارخة او الانحرافات، نقعد ندين الاخرين، ونقعد يعني قد نبتعد عنهم ونشمئز منهم وننتقدهم. طب ما فيش حد يبكي عليهم، ما فيش حد يصرخ لربنا لاجلهم، ما فيش حد كده ربنا وسع قلبه، ما فيش حد اتعلم من الليتورجيا اللي فيها بيقف ابونا كاهن عن الخليقة كلها ويطلب لاجل الخليقة كلها، خليقة كلها ابونا بيصرخ لاجلها في الليتورجيا. فيش واحد يطلع من القداس بقلب افخارستي، قلب افخارستي يعني قلب افخارستي مفتوح بالحب على الكل، لانه فتح بالحب على ربنا. مين بيملك هذا القلب ويخرج له صحيح يا رب ابونا صلى عشان خاطر الرئيس وعشان خاطر البلاد وعشان خاطر الزروع والعشب والقهوية ووي وي 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 الاعداء والاحباء والضالين والخطاة والتعبانين وكل دول، اخرج انت كمان وصلي لاجلهم عشان خاطر ايه؟ يتغيروا هم كمان. الملح الجيد كل احلامه وتطلعاته ونظراته على النهاية اللي انا بقول لكم عليها ديت. شوفوا النهاية دي قد ايه جميلة، اقرا لكم بس قراءات من سفر رؤيا بايدن في الاصحاح 22 نفس الاصحاح العدد الاول لخمسة، يقول واراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف في وسط سوقها، وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم. احنا الأمم اللي رايحين خلاص هناخد شفاء دائم هناك. ولا تكون لعنة فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. عبارات كده تقف عندها، كده تقف عندها، ودي النهاية، دي يسوع الياء، دي يسوع الآخر، هو دي النهاية اللي لازم أنت تبقى مشغول بيها. وفي رؤيا 7 يقول كده برضه في آخر إصحاح، لن يجوعوا بعد، لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا يقع عليهم شيء من الحر بعد. ليه؟ الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع مياه حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. بس مين دول بقى؟ هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف.
تعمل كده خلاص يبقى لك الحق في انك انت ايه تنال هذا المجد. عينك على النهاية، الملح الجيد عينه على النهاية. وهو بيعمل كده يطلب ما فوق حيث المسيح ايه جالس. ربنا سبقنا الى هناك، ربنا هناك واقف، شافوا يوحنا واقف بيترقب جهادك، الآن عليك، الآن عليك، خايف على أبديتك، عارف ضراوة الحرب عليك، عارف ولاد ربنا في ضيق ازاي، مستني رجوعك إلى مسكنك. فعيش هكذا وأعلن للكل إيه رجاءك. الملح الصالح يعمل كده. عيش هكذا واعمل للكل رجاءك. تعلنوا ازاي لكل رجاءك؟ تعجبني جدا قصة قريتها زمان اسمها شهيد السراديب. شهيد السراديب هي قصة روحية حصلت في روما. كانوا المسيحيين بيعيشوا في سراديب، ما بيطلعوش من الليل لليل، بعتوا عيل صغير كده يروح خارج كده يتسحب من فتحة مجهولة يجيب لهم حاجتهم وإيه وينزل تاني. وكانوا الرومان يتحيروا قوي المسيحيين دول عايشين فين. فالمهم إيه، راقبوا ولد من الولاد دول وراحوا قابضين عليه، لقوه خارج من فتحة كده وراحوا قابضين عليه وقعدوا يضغطوا عليه عشان يقول لهم هو خرج منين وبيدخل منين ومين اللي تحت. كانوا بيعيشوا تحت، يعيشوا وياكلوا ويشربوا ويناموا ويقوموا ويتولدوا ويموتوا ويصلوا ويدفنوا كله تحت. وفي سراديب في روما حتى الآن، هتقولك مناظرها كلها سودة من كتر الايه الهباب بتاع الشمع والزيت والكلام ده كله كانوا بيعيشوا عليه. فمسكوا الولد ده قال لهم انا مسيحي بس مش هقول لكم انا خرجت منين وبدخل منين. ما رضاش يفتن على الناس اللي بعتينه. فقعد حد من الرتب بيجادله او يحاول يغريه، قال له حبيبي يعني هنخليك روماني وتاخد الجنسيه الرومانيه وتتمتع زي الناس دي، تلبس وتعيش وتاكل وتشرب وتبقى كويس بس طبعا هتبقى منهم. قال له عبارة ما تطلعش من عين صغير. قال له اللي وعدني بيه ربنا يسوع اكتر من اللي انت بتوعدني بيه ده. اللي وعدني بيه يسوع اكتر من اللي انت ايه بتوعدني. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انا عيني فوق، انا عيني الفوق مش نازلة زي ما نقول في ترنيمة كده، يا عيني الفوق وايه وما تنزليش اللي هي بتاع يا كنيسة قومي، ها يا عيني الفوق خليك الفوق وايه وما تنزليش. خلي ده رجاءك واعلن هذا الرجاء. يبقى العالم كله متكالب على الارض والارضيات وانت باصص، وانت باصص لفوق. صعب قوي نكون في الصوم وشعب ربنا الملح يكون مشغول قوي بقضية الاكل والشرب، صعب قوي ان احنا نجادل في حاجات زي دي. اللي عينه الفوق ما يهموش الاكل، ما يهموش حاجة خالص، يهمه حاجة واحدة بس ان هو ايه يكون مروح صح، وجهته ايه وجهته صح. اصله خارجا خارجا الكلاب والسحرة والزنا والقتلة وعبدة الاوثان وكل من يحب ويصنع ايه ويصنع كذبا. اول حاجة تيجي على بالك وانت بتقرأ هذا الكلام انك انت تشمئز من هذه القائمة. اول حاجة تيجي على بالك انا واثق يعني، وتقول لا 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 يمكن اكون منهم. لكن مين فينا يبكي عليهم؟ مين فينا يحبهم زي ما تعلمنا الظهر من الاخ عادل؟ مين فينا يحبهم؟ مين فينا يعني يعمل حاجة علشان خاطر دول؟ وابسط حاجة واسهل حاجة انك تقف وتصلي لاجلهم. اوعى تفكر ان ربنا مرتاح قوي لهلاك الاشرار، اوعى تفكر كده، اوعى تفكر ان ربنا منتقم من هؤلاء الذين تنكروا لخلاصه او تنكروا لعمله. ابدا لم تكن ولن تكون هذه مشيئته. هل مسر اسر بموت الخاطي مثل ان يرجع ويحيا؟ لا،
الإله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين حتى الموت، موت الصليب، جاي عشان يفديهم من هذا المصير. فبالتالي أحبائي لازم يبقى لنا دور تجاه هؤلاء. العالم ماشي في طريق هلاك، ماشي في طريق هلاك، وهناك مسيحيون بيبيعوا المسيح بأرخص الأثمان وبيضحوا بأبديتهم بجهل شديد. عايز أقول لك لما تنهض أنت من غفلتك، ها، أطلب عن العالم ولا تنسى إخوتك، وليكن في عزمك أن تبحث عن الضال الذي مات عنه المسيح. تقول يا ابون أنا هقول كده، صدقني لو حاسسها هتقولها بكلمات بسيطة وهتؤثر في الناس. خليك ثابت أنت في قصدك الروحي أو مقصدك الروحي، ثبات أيوب، آسف، ثبات نوح وهو يبني الفلك 100 سنة بيبني في الفلك أو أكتر، بيبني في الفلك والناس راحة جاية عليه، إيه يا عم نوح بتعمل إيه؟ قال له أنا ببني فلك أصل ربنا قال. فأنت تهكمات الأشرار عليك ما تأثرش فيك، ها، ما يكفيك، يكفيك إنه الله يقول لك زي ما قال لنوح: إياك رأيت إيه؟ بارا. أنا شفتك إيه يا نوح؟ شفتك بار، شفتك أنت بر. يكفيك أن معلمنا بطرس يذكر نوح بأنه كارزا بالبر، يبقى الله شافه بر وبطرس شافه إيه؟ كارز بالبر. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ مع أن الناس شبعته تعيير وشبعته تهكمات وسخرية، لكنه كان إيه؟ كان ثابتا، أصل ربنا قال، ربنا قال. فالملح الصالح يعيش كده، يعيش كده. موازين كتير اختلت في الحياة، والعالم بقى ماشي بنظام مقلوب. خليك انت صاحب موازين ايه؟ صاحب موازين حقيقية. عشان كده داود قال انه وقت يعمل فيه للرب، يعمل فيه للرب، وقت ينبغي فيه للملح ان يكون بالفعل ملحا كما يريد الرب. الملح لازم يشتغل، والنور لازم يقتحم الظلمة، والخميرة لازم تمارس سلطانها الخفي على الناس وتعمل ولا تستكين. فبعمل ايه في وسط العالم العالم الصعب ده؟ لو ما عرفتش تتكلم، قدم نفسك للناس نموذج العابد التقي المصلي الناسك الزاهد المدق في حياته العارف بوصايا ربنا. قدم نفسك كده، خلاص بلاش تتكلم، بس قدم نفسك كده النموذج الحلو ده. العالم عايز ده يا جماعة، انه وقت تقديم النموذج الحي. الناس عايزين يشوفوا المسيح اللي بتتكلم عنه، مش عايزين يسمعوا عنه، عايزين يشوفوه، عايزين يشوفوا المسيح. قدم نفسك، قدم نفسك الرجل المتجرد والشخص المسيحي المتجرد اللي مش فارق معاه العالم. قدم نفسك الشخص الصبور على الألم الذي لا يتضجر ولا ييأس. قدم نفسك كده، هو ده اللي مطلوب للعالم علشان يشوف صح التبعية. قدم نفسك المسيحي الصادق مش المسيحي الكاذب. نموذج لازم الناس تشوفه. قدم نفسك النموذج المتفائل اللي عنده رجاء، اللي بيشوف بكرة أحسن من النهاردة. أنا كنت محضر كتير امبارح عشان أقولكم عن النماذج اللي زي دي. الناس بتستعجب قوي، يقول لك ليه بطرس موت حنانيا وسفيرة؟ كذابين، كذابين، رايحين بيكذبوا على ربنا، بيكذبوا على الروح القدس، ما كل حاجة كانت معاكم. الهدف ضايع، الهدف ضايع، عشان كده كانت ضربة في بداية الكنيسة، لازم الكل يمشي صح. هو ده كذاب، ما بطرس قال لهم مش كان في ايديكم؟
هو تحدوا يعني ضربكم على ايديكم؟ انا كانت معاكم ولا انتوا عايزين تعملوا بس شكل؟ الناس كلها عماله تبيع وتجيب عند اقدام الرؤوس، تعملوا زيهم وخلاص بالكد. اللي هيموتوا، قدم نفسك شخص صادق، صادق في تبعيتك لربنا وصادق في شغلك وفي حياتك وفي دراستك وفي امانتك. قدم نفسك كده للعالم يشوفك كده من غير حاجة، نموذج. قدم نفسك النموذج المترجي الأبدية اللي عنده رجاء، اللي ما عرفش اليأس. كنت كاتب لكم بيت شعر عن التشاؤم. المتشائم ده ملح مش حلو، ماشي غلط. كان في بيت شعر علمهن البابا شنودة زمان بيضحك شوية، أقوله لكم عن التشاؤم. كأن الشاعر اسمه عبد الحميد الكاتب، شاعر كان كتب بيت شعر كده عن اليأس او عن التشاؤم، فكتب يقول ايه: ان حظي كدقيق وسط شوك بعثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الامر عليهم قال قوم اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. حاجة كده، حاجة صعبة خالص. كأن الكاتب قاعد ينقي كل عبارات التشاؤم وحطها في أربع سطور. اوعى هو كده، ده ملح فسدان. فين ده؟ ايه المتشائم ده؟ مينفعش تكون ايه؟ تكون هذا النموذج. قدم نفسك هذا، اعمل معروف، قدم نفسك عشان الناس تتغير بيك. كتير اشتغلت للكنيسة، انا عايزك تشتغل لعريس الكنيسة. تفرق؟ طبعا تفرق، طبعا تفرق. مصطلحات الخدمة صحح فيها، اعمل معروف، صحح فيها، صحح فيها. يقول لك: كثيرا ما خدمنا بيت الرب ولم نخدم ايه؟ رب البيت. اخدم رب البيت يا اخي، اشهد له، اكرز له، عشان يعني تبقى جوه الايه؟ جوه الموضوع. انه وقت تقديم النموذج الحي، وقت يعمل فيه للرب عشان تبقى ملح ايه؟ ملح صالح. طب اعمل ايه يا ابونا؟ كيف اصون نفسي كملح صالح اهرب من الفساد؟ اعمل ايه؟ الاجابه برضو بتجيلنا من سفر الرؤيا، هناخدها من سفر الرؤيا الاصحاح الثالث، من رسائل الكنائس. موضعين من سفر الرؤيا هاخد العنوان: تمسك بما عندك. تمسك بما ايه؟ بما عندك. اتقالت العباره دي لملاك كنيسه ثياتيرا وملاك كنيسة فيلادلفيا. كنيسة ثياتيرا دي كنيسة كان فيها شوية أتعاب، وربنا قال عندي عليك، لكن قال له عبارة حلوة، قال له كده: أقول لكم في رؤيا 2 العدد 24: أقول لكم وللباقين في ثياتيرا كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، إنما الذي عندكم تمسكوا به إيه؟ إلى أن أجي. هو كنيسة كان فيها حبة ملح فسدان، بس هو ربنا يعني شايف أن له أمناء في هذه الكنيسة، فقال لهم ربنا: تمسكوا إيه؟ بما عندكم. تمسكوا بما عندكم، عارفين زي ما قال ربنا برضو: كن ساهرا وشدد ما بقي لملاك كنيسة سردس. قال له: خد بالك، عندك حتة اعمل معروف، اعمل معروف، هتضيع هي كمان، اعمل انت ايه؟ حافظ على دول يعني. تمسك بما عندك. هناخدها كده كمصطلح ونتكلم عليها في سطور سريع. تمسك بما عندك الى ان اجيء، يعني الحته الحلوه اللي فيك اوعى تفرط فيها،
اوعى تفرط فيها. انت عندك حتة حلوة ربنا شايفها حلوة خليها، عندك مواظبة على الصلاة اعمل معروف اوعى تقع منها، عندك تدقيق في حفظ الوصايا اوعى تقع، عندك امانة في شغلك في حياتك خليك ماسك فيها، حتى لو العالم بيقول لك لا ما تبقاش امين، حتى لو في ظروف بتدفعك انك انت ايه ما تبقاش كده، الواقع بيقول كده احيانا، لكن انت قول لا انا لا انا افضل ايه انا افضل زي ما انا. الامانة تحفظ للملح ملوحته، الامانة تحفظ للملح ملوحته. في حد للامانة يا معلمنا يوحنا يقول لك لا، قال الى ان ايه الى ان اجي لغايه ما يجي، ده اذا جه وانت عايش. طب اذا كنت هموت قبل ما يجي، قال لملاك كنيسة سميرنا كن أمينا إلى الموت وأعطيك أكليل الحياة، يعني أمانة للنهاية سواء النهاية دي كانت في حياتك أو كانت بعد انتقالك. ربنا يديكم إيه؟ ربنا يديكم العمر إلى أن أجيء، حطها قصاد عينك أمانة إلى أن أجيء. ربنا يقول لملاك الكنيسة دي أنا عارف، أنا عارف أعمالك ومحبتك العدد 19 وخدمتك وإيمانك وصبرك وأعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. ده تمسك باللي عندك، عندك أعمال ومحبة وخدمة وإيمان وصبر ولا ما عندكش؟ لو عندك من دي حاجة اعمل معروف، اعمل ايه؟ امسك فيها بإيديك وسنانك، لما هتحافظ عليها هت ايه هتكتر طبيعة الروحيات كده بالظبط، طبيعة الروحيات كده تمسك في الحاجة الحلوة بعد شوية تجرى لها ايه تكبر زي الزرعة تكبر معاك، لكن تفرط فيها او تكتفي تلاقيها بعد شوية يجرى لها ايه تروح منك. اعمل معروف، اعمل معروف، تمسك بهذا كله. ها حتى لو غيرك سامحني اختار الفساد، قول لي انا ما بقاش فسدان، الفساد فساد، وفي حد يعجب بالفساد الا اذا كان فاسد؟ فحتى لو غيرك. ربنا بيقول لملاك الكنيسه دي بعد ما قال له كده في العهد 20 يقول له ايه؟ لكن عندي عليك قليل، عندي عليك قليل، انك تسيب المراه ايزابل وتعمل كذا كذا كذا. هقول لك فيها حته حلوه، يا ريت ربنا لما يعاتبك يعاتبك على قليل، فهمتوها؟ عندي عليك ايه قليل. يا سلام يا رب، انت حلو قوي يا رب، جد انت حلو، انت بتدي رجاء. يمكن انا شايف يا رب المخالفة اللي عندي دي معقداني، لكن لما الاقي ربنا بيقول لي عندي عليك قليل، يا سلام يا رب حلو قوي، قوم ايه ابتدي اغير ايه اغير القليل. فانا كتبتها كده اقول لك ليت عتاب الرب لك يكون على قليل، وليتك لا تدعه يعاتبك من الاساس. يعني تعمل ايه؟ تتظبط قوي وتصلح نفسك قوي وتبقى ايه وتبقى صالح. ويقول له كمان وانا عارف عنك ان اعمالك الاخيره اكثر من الاولى. ده حد ايه؟ ها دي معناها ايه دي؟ دايما دايما النهارده احسن من امبارح، وامبارح احسن من ايه؟ من اول امبارح. هو دايما متجدد، دايما نامي، دايما بيسعى، مش ساكت، مش ساكت. الملح الجيد يسعى وينمو ويمتد، صاحب الرسالة الأمينة اللي فهم حياته الروحية صح ما بيوقفش، يفضل باستمرار باستمرار نامي نامي، مش ساكت مش ساكت، يفضل باستمرار يستمر من قوة إلى قوة، ينسى دوما ما وراء ويمتد إلى إيه إلى ما قدام. ويقول له كمان برضو أقول لك وللباقين في ثياتيرا، ده الكلام ده زي ما قلت في العدد 24 ربنا بيكلم ملاك الكنيسة ويقول له كمان للباقين ايه في ثياتيرا، ربنا شايف ان فيهم رجاء، افرح بهذا الرجاء، افرح بهذا الرجاء. في بقية جواك،
في حاجة حلوة جواك مهما كانت حالتك. اوعى تصدق انك مش نافع خالص، اوعى تصدقها. لا، ربنا شايف ايه؟ شايف حاجة. عايزك بس تهتم بالصغيرة دي عشان ايه؟ هتكبر بعد كده. لا يزال فيك رجاء، فلا تيأس مهما كانت حالتك. الباقين دول ليس عندهم هذا التعليم. التعليم ده مسلك إيزابل المستبيح، وده معناها الفهم الصالح للتبعية ربنا، الفهم الصالح. اوعى تصدق حد يقول لك موضوع الباب الضيق ده انساه، موضوع حمل الصليب ده انساه. يوم حد يسطح لك يسوع المسيح، عارف يعني يسطح يسوع المسيح؟ يخليه مسيح الترانيم بس، مسيح الهتافات بس، مسيح الكلام الجميل الحنين الرقيق. اوعى حد يسطح لك القصة دي بس، ميقولكش في الحقيقة. لا، اعرف حقائق التبعية مظبوطة. خلي تعليمك صح، خلي تعليمك صح. هرطقات كتيرة طلعت في تاريخ الكنيسة، وحاجات كتيرة طلعت في تاريخ الكنيسة، لكن كانت الكنيسة محافظة على الايه؟ الايمان والتعليم الصالح، الفهم الاصيل للتبعية. اوعى تحط للوصايا تفسير من عندك، اوعى. زي ما الفارسيين كانوا بيعلموا، كانوا بيعلموا. ربنا يقول اكرم اباك وامك، بعدين ربنا يتكلم على وصية العشور والبكور، ويروحوا ماسكين الواحد عشان هديهم رشوة، اللي بقول لك ايه، دخل دي على دي، دخل دي على دي، خد البكور والعشور واديها لابوك، يبقى انت ضربت عصفورين بحجر، طلعت العشور واكرمت ابوك. يا راجل يا راجل، العب غيرها، العب غيرها، افهم الحكاية صح. بس اللي عايز يطلع لحد قريبه من عشوره ممكن بمشورة ابونا في الاعتراف، يعني هلا يجي لي سؤال يقول يا ابونا، يعني ممكن. يعني الذين ليس عندهم هذا التعليم، ويقولهم بقى ايه؟ الذين لم يعرفوا اعماق الشيطان. اعماق الشيطان دي خطيرة قوي، دي خطيرة قوي. الناس النهاردة بيفحصوا اعماق الشيطان، بيتفننوا في الخطية والنجاسات والشر والفساد، حاجات تحير. الملح الصالح احبائي يكون بسيطا ايه؟ تجاه الشر. والله ملوش في اعماق الشيطان. اقول لك تدريب لاعماق الشيطان، اللي يفتح النت على اليوتيوب دي اعماق الشيطان. حتى لو بتتفرج على حاجة دينية تلاقي تحتها عنوان في فساد، تفتح وتلاقي طوفان فساد، رئك يجري، رئك يجري، وتفتح وخد ما تعرفش تسد، بلاعة وبتتفتح، بلاعة نجاسة وبتتفتح. ادي اعماق الشيطان، خد منها بلا شبع، اعمل معروف، بلاش اعماق الشيطان. ده مين ده كمان بقى؟ يقول لك في الاخر بقى يقول ايه؟ من يغلب ويحفظ للنهاية اعمالي. يحفظ للنهاية اعمالي، دي موجودة في العدد 26، يحفظ للنهاية اعمالي. كونك ملح صالح حبيبي، فانت ثمرة تعب وعمل المسيح، ثمرة تعب وعمل المسيح. عشان البر اللي فينا هو منه، احفظه، حافظ عليه للنهاية. ناخد كنيسة فيلادلفيا سريعا، اللي هي الكنيسة رقم 6 من الكنائس. كنيسة فيلادلفيا دي كنيسة جميلة قوي. كنيسة ثياتيرا، ثياتيرا معناها المسرح، ثياتر معناها تياترو يعني المسرح. فكنيسة كان فيها شوية مظاهر، بس فيها حتة حلوة، ربنا مسك في الحتة الحلوة وقال له خليك ماسك فيها. فيلادلفيا بقى أجمل، فيلادلفيا أجمل. كنيستين لم يعاتبهما الرب في سفر الرؤيا، كنيسة سمرنا وكنيسة فيلادلفيا، ما تعاتبوش، فيش عتاب، ما قالوش عندي عليك خالص. يعني أصل فيلادلفيا دي معناها المحبة الأخوية. عايز تبقى ملح صالح، حافظ على الإيه؟ حافظ على المحبة الأخوية. اتكلمنا كتير عن مثل السمير الصالح، تحب قريبك كنفسك.
قدم المحبة الأخوية. ربنا أحرج الناموس اللي قام يسأله يقول له من هو قريبي؟ قال له هو قريبك أهو اللي تعمل معاه إيه؟ الرحمة. يعمل معاك الرحمة، عيش في المحبة الأخوية. ربنا يقول له أنا عارف أعمالك، قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. لك قوة إيه؟ يسيرة، a little strength، يعني حبة قوة إيه؟ صغيرة يعني. حتى لو لي قوة يسيرة، تخيل امسك في المحبة الأخوية. أصل المحبة الأخوية حتى لو صغيرة دي قوية في ذاتها، قوية في ذاتها، قوية. امسك فيها، امسك فيها. دي زي الذهب الغالي اللي عنده 20 30 40 جرام ذهب هيقول لك انا عندي ثروه. ذهب غالي، جرام غالي. فالمحبه الاخويه غاليه، امسك فيها حتى لو ايه قوه يسيره. تمسك بما عندك هيقولها له ربنا برضو، لالا ياخذ احد اكليلك في العدد 11. طب ايه اللي عندي؟ عندك كتير يا بتاع فيلادلفيا، عندك المحبه الاخويه، عندك قوة يسيرة امسك فيها كويس، عندك باب مفتوح، جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن إيه؟ أن يغلقه. ربنا هيديك قوة من هذا الباب المفتوح، ربنا هيديلك قوة حب لشخصه وللآخرين، لأنك بالقوة اليسيرة دي يقولك حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. تمسك بهذا، احفظ كلام ربنا ولا تنكر اسمه، حتى لو كانت لي قوة يسيرة لا يدعك، لا يدفعك هذا لليأس. يبقى تحفظ الكلمة، لا تنكر الاسم الحسن مهما كانت المحاربات والإغراءات. تمسك بالرجاء وبباب المفتوح لربنا فتحولك. ده باب تعزية، ده باب توبة، ده باب خدمة. حتى قالوها الأبرار، قد انفتح لنا بابا باب للأمم. اتحرك. طالما ربنا ايه ادالك باب. اخر حاجة اكلمكم فيها احبائي، خطة سباعية من معلمنا يهوذا. دي انا هقراها بس لانها واضحة بتشرح نفسها، ونبقى حتى ندرسها بعدين في اي وقت. معلمنا يهوذا كتب رسالة من كم إصحاح؟ واحد. كتب رسالة من إصحاح واحد، إدى المقدمة بتاعتها في أول ثلاث آيات، وبعدين من الآية 4 للآية 19 اتكلم عن ملح فسدان. مش هتكلم عنه، ملح فسدان فيه الضلالات وفيه الانحرافات وفيه فقدان المحبة وقساوة القلوب وفيه الظلمة وفيه الضلال وفيه الناس اللي ماشية في طريق الهلاك. كل دي حاجات صعبة خالص. وبعدين في 4 آيات من 20 إلى 23 اتكلم عن خطة، خطة للملح لكي يحفظ أي لنفسه صلاحه. فقال إيه؟ أما أنتم أيها الأحباء، العدد 20، ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. 7 حاجات هيقولهم. ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، ده اللي قال عنه في الآية 3 الإيمان المسلم مرة للقديسين. ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. صدقوني يا أحبائي، طوباكم، طوبى لنا نحن الذين نشأنا في كنيسة جذورها الإيمان المسلم مرة للقديسين. ما من عقيدة في الكنيسة، ما من تدبير في الكنيسة، ما من طقس في الكنيسة إلا وجذوره ضاربة من أيام الآباء الرسل. افرحوا، افرحوا. طب ليه بقول ابنه بقى؟ أصلك أنت بتقع أحيانا، ارجع تاني إلى البنيان الإيه؟ الحقيقي. ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس. ده السجود والعبادة بالروح والحق، الأعماق الروحية الحلوة، الأعماق الروحية الحلوة.
احفظوا أنفسكم في محبة الله. تذوق محبة ربنا، تمتع بمحبة ربنا، اتعلم الحب من ربنا، تعاطى الحب مع الآخرين بصدق اللي ربنا أحبه ليك قدمه لك. كلام واضح ولا صعب عليكم؟ ها؟ واضح، كلام بسيط خالص بس بننساه ما عرفش ليه. نمر 4، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحالة، بيتعلق بالمسيح، تعلق بالمسيح. احنا خدنا رحمة وعايشين في رحمة ومستنيين رحمة نهاية تخلصنا بقى من هذا العالم وتطلقنا من هذا العالم. وارحموا البعض مميزين، عطف وشفقة للآخرين، بس ايه؟ بتمييز في موضعها، يعني بتمييز. خلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار. الملح، الملح فيه ملوحة، والملوحة احيانا تبقى ايه؟ تبقى قاسية، تبقى قاسية، صحيح؟ مش احيانا كده واحد لما يبقى عايز يجيب اللي في بطنه كده يروح مدوب معلقة ملح كده في نص كوباية مية وهوب هي ثواني يروح قالب اللي في بطنه، مش كده؟ اهدي بقى مختطفين من، ما هو هيموت لو ما عملش كده. احيانا يحتاج مننا حد نعمل له غسيل، غسيل لمعدته الروحية، غسيل لأفكاره، غسيل لقلبه، غسيل لفكره. مختطفين من النار، انذارات للبعيدين، خافوا على خلاص النفوس، خلصوهم مهما كلفكم الأمر من أتعاب. وبعدين نمرة 7، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. يا دي الطهارة الكاملة، الطهارة الكاملة، ده التدقيق الكامل في الحياة. اوعى تنسى في يوم من الايام انك انت ملح لله، انك انت نور، انك انت خميرة. لو بس كده يعني الطهارة اتمست، معروف، ما تطقش نفسك. ليه؟ قوم وايه؟ قوم ونظف نفسك بسرعة علشان خاطر تكون ملح ايه؟ ملح صالح. الله يبارك في هذه الكلمات، يجعلها سبب منفعة لحياتنا كلنا روحا ونفسا وجسدا.